نتواصل معكم مشاهدينا من خلال دفق الشروق الصباحي الحيوي المباشر، ونتجه لجزئية أخرى، جزئية الرياضة تحليلا وتفصيلا، سواء كان على المستوى الداخلي وجزء أيضا من العالمي. ونقول الحمد لله على السلامة لزميلنا مصطفى عيدروس الصحفي والمحلل الرياضي. أهلا وسهلا، صباح الخير والحمد لله على السلامة. أهلا بك الزميل حمزة، تحية لكل مشاهدي قناة الشروق. يعني سعداء بالإطلالة معكم بعد غيبة، وبرضه يعني من هنا بندعو الله عز وجل انه يخفف الاضرار على اهلنا في كل المدن والمناطق المتاثرين بالفيضانات. ان شاء الله يعني الامور تعود لطبيعتها ان شاء الله. طيب نبدا مباشره من ملف المريخ، استمرار الخلافات في نادي المريخ وغياب صودا كال عن المشهد، هل ينذر بمزيد من المشاكل بالنسبه للنادي؟ أكيد يعني يمكن حاليا الساحة المريخية في إحباط كبير على مستوى القاعدة الجماهيرية، في انتقادات عنيفة جدا في أوساط الإعلام المريخي بالنسبة لمجلس الإدارة الحالي. يعني إذا أجروا استفتاء وسط جماهير المريخ يعني يمكن بنسبة 98% ما حيكونوا راضين عن أداء المجلس الحالي، بالنسبة للعديد من المشاكل، العديد من الأزمات اللي كانت بيتحط بالمريخ. يمكن أزمات كانت حتأدي لعقوبات كبيرة جدا، منها حرمان المريخ من التسجيلات وكذا لولا التدخلات في آخر اللحظات. حاليا هنالك عديد من الأزمات التعاقدات السابقة بهم الربع المريخ أيضا. أنا أعتقد أنه مجلس إدارة نادي المريخ الحالي لم يستطيع أنه ينال ولو جزء بسيط من رضا القاعدة الجماهيرية، رغم أنه الفريق كان قد نجح في إحراز لقب بطولة الدوري الممتاز وفي بطولة 2018 الكسبة بالشكوى في كاس، رغم أنه ده ما بينكر أنه الفريق في عهد المجلس الحالي أيضا تأهل لنصف نهائي مسابقة أبطال العرب، يعني كان مشوار فيها مميز جدا. لكن على المستوى العام حتلقى جماهير المريخ غير راضية عن أداء المجلس الحالي، في قلق كبير جدا حول مصير العديد من النجوم والعديد من الأعمدة الأساسية اللي بتنتهي تعاقداتهم خلال الفترة الماضية. أيضا كانت هنالك حالة عدم رضا حول التعاقدات المريخية على مستوى التدريب، أسماء مغمورة جاءت للمريخ خلال الفترة السابقة، المريخ في السابق يمكن أسماء معروفة كانت بتمر على المريخ، سواء كروجر، سواء توفيستر، سواء حسام البدري، يعني كانت أسماء كبيرة جدا معروفة على مستوى الساحة التدريبية. فكل الشواهد بتقول أنه حاليا المجلس المريخي تحت ضغط كبير جدا، وإن كان يعني ليست هنالك أي ردود أفعال من جانب أعضاء المجلس أو أي نية للابتعاد في الفترة الحالية. طيب مصطفى، شفنا التصريحات من قبل، يعني قبل أيام كان بيتكلم عن تحميل المشكلة الكبيرة بالنسبة لأزمة المريخ في الإعلام عموما، وبالتحديد الإعلام الرياضي الموالي للمريخ. يعني هل هو عدم احتراف أصلا بالمشكلة الحقيقية؟ إحنا لو عايزين نحل المشكلة لازم نحترف بها من الأول عشان نشرع مباشرة في عملية التنفيذ، ولا يمكن تبادل الاتهامات يعني جزافا هكذا. وبرضو ده مردود شنو على النادي حيكون؟ والله دائما يعني في إعلام هلال المريخ دائما بتلقى جزء مع المجلس الإدارة، جزء ضد مجلس الإدارة. لكن أعتقد إنه فيما يخص المريخ يعني معظم الكتابات أو الأقلام المريخية هي وقفة في الصف الجماهيري، إنه في حالة رضا عن حالة عدم رضا عن أداء المجلس الحالي. يمكن الفترة القادمة أيضا ستشهد ضغوطات كبيرة على المجلس، خصوصا من الناحية الجماهيرية والناحية الإعلامية. حاليا في بعض الأصوات اللي بتدعو لانتفاضة أو حراك على المستوى الجماهيري ضد مجلس الإدارة الحالي، ربما لخطورة الموقف على المريخ. الاستعدادات للموسم المقبل، تدعيم الفريق بعدد من الأسماء الجديدة لضخ الدماء في صفوف القائمة الفرق المريخية للموسم الجديد، أيضا على مستوى التدريب مطالبات بتعاقدات جيدة، التجهيز الأحمر على مستوى جهاز فني عالي. فربما يكون الإعلام المريخي خلال الفترة المقبلة له دور كبير جدا في الضغط بصورة أكبر على مجلس المريخ وإجبار على الرحيل بصورة رسمية خلال الفترة السابقة. وإن كان الظهور الإعلامي لصودا كال نادر جدا، أو حتى يعني ما عنده تصريحات تبين آراءه فيما يحدث حاليا في المريخ.
طيب يعني ده ممكن كله بيأثر سلبا على المريخ، خاصة في استئناف النشاط الرياضي اللي هو مقرر له إن شاء الله في الأيام السابقة. أيضا في خبر يعني رمضان علي ومحمد الرشيد النجمين حينضموا لفريق المريخ، هل ده حيطيح باللجنة خاصة بعد الأنباء اللي توافرت إنه الهلال هو طلب منه ينضموا للفريق؟ أكيد يمكن رمضان عجب يعني ومحمد الرشيد من العناصر الأساسية في صفوف المريخ، خصوصا رمضان عجب. يعني رمضان عجب أنا بعتبره واحد من أفضل اللاعبين اللي مروا على المريخ خلال ال 15 سنة الأخيرة، لاعب مؤثر جدا، لاعب جوكر سواء على مستوى المريخ سواء على مستوى المنتخب الوطني. يمكن معظم كل العروض القوية اللي قدمها المريخ خلال البطولة العربية يمكن رمضان عجب كان له دور كبير جدا، لاعب جوكر، لاعب منضبط، لاعب يعني صاحب أخلاق عالية. نادرا ما انه جمهور المريخ سمع او قرأ بانه رمضان عجب يفتعل مشكلة في المريخ، يتمرد على المريخ حتى في أحلك الظروف. يعني لاعب نادرا ما يغيب الا للإصابة، يعني حتى مشاركاته على ممكن اذا عملوا احصائيات بيلقوا رمضان عجب من اكثر اللاعبين مشاركة في المريخ على على مدار المواسم السابقة. عدد قيد رمضان عجب انا بعتقد انه اخطر ملف مريخي على المجلس خلال الفتره المقبله، ربما يكون قنبله موقوته بالنسبه لمجلس الاداره المريخي من قبل الجماهير. جماهير المريخ تعتبر رمضان عجب خط احمر بالنسبه لها. يعني ايضا محمد الرشيد لاعب مهم، لكن انا بعتقد انه رمضان عجب بالنسبه لجماهير المريخ خط احمر. يعني التفريط في رمضان عجب تحديدا ربما يدفع فاترته المجلس بالرحيل عن إدارة نادي المريخ، فده حيكون ملف شائك جدا بالنسبة للمريخ. يمكن كان في أخبار خلال الفترة السابقة يعني عن اعتزام أحد أقطاب المريخ التكفل بإعادة قيد رمضان عجب والحارس منجد النيل ومحمد رشيد الثلاثي، ربما هي كانت أخبار غير مؤكدة بنسبة 100%. كان في تصريحات لأعضاء لمجلس الإدارة المريخي إنه التفاوض مع أي لاعب بيكون عن طريق المجلس عن بعلم المجلس. فأنا بشوف إنه رمضان عجب حيكون يمكن ملف خطير جدا بالنسبة للمجلس، إذا نجح فيه ربما يعني ينال بعض الرضا، بعض أصوات الرضا في الساحة المريخية. إذا رحل رمضان عجب عن صفوف المريخ فأنا بتوقع تكون نهاية المجلس، يعني بالنسبة للتأثير الكبير لرمضان عجب وسط الجماهير. طيب في إشارة مباشرة الآن من زميلنا العشاي عن مطالبة الاتحاد العام بإعادة النظام الأساسي، وده مدى تأثيره برضو على النادي المريخ. أكيد يعني يمكن الوضع الإداري في المريخ مختل بدرجة كبيرة جدا. في كان احتكاكات خلال الفترة السابقة على المستوى القانوني بين مجلس إدارة الاتحاد العام ونادي المريخ. الكلام ده كله يعني يمكن 90% من جماهير المريخ بتتمنى يكون في مجلس جديد خلال الفترة القادمة. الموسم الجاي حيكون أصعب بالنسبة للمريخ، وده بيخلي القاعدة المريخية تشعر بالقلق، بتحس إنه المجلس الحالي غير مؤهل حتى على المستوى الإمكانيات المادية، على مستوى التسجيلات، على مستوى إعداد الفريق. يمكن المريخ خلال الثلاثة المواسم السابقة ما كان في استعداد مميز بالدرجة دي اللي كان على المريخ في المواسم السابقة، يعني استعد بها للموسم الجديد معسكرات خارجية على مستوى توفير دعم الفريق بلاعبين على مستوى سواء على مستوى المحترفين سواء الأجانب سواء على مستوى الوطنيين، الأجهزة الفنية الكبيرة. ف الضغوطات تحاصر مجلس المريخ من كل ناحية، من ناحية الإعلامية، من ناحية الجماهيرية، من ناحية القانونية. عدوى الضغوطات أيضا في مجلس الهلال، يعني إذا من ملف المريخ مباشرة إلى الهلال. بعد استقالة وتنحي الكاردينال عن رئاسة الهلال مجددا، لجنة التطبيع اللي جاء بها الصعوبات، نتكلم عن تحديات كبيرة جدا بتواجه الصعوبات الآن، سواء كان في تسديد مستحقات اللاعبين وايضا المدربين او كذا، وخاصه فيما يدور الشان الداخلي. في اشاره ايضا الصعوبات وزيارته لقناه الهلال والتزامه يعني بدفع مرتبات الجهاز الفني والاداري. اكيد يعني يمكن زياره رئيس لجنه التطبيع الهلاليه لقناه الهلال هي طبيعيه، لانه القناه بتحمل اسم النادي، فبالتالي لجنه تطبيع الهلال يعني ترغب في معرفه كل ما يخص القناه من كل النواحي، من النواحي القانونيه، من
من النواحي اللي بتخص الهلال. طبيعي ده الكلام ده طبيعي، خلال الفترة القادمة ربما يكون يعني في تنسيق، كان من المفترض ان يكون اشرف الكاردينال رئيس النادي السابق متواجد خلال هذه الزيارة، ما يتواجد فيها. بشوف انه خطوة طبيعية جدا بالنسبة لمجلس إدارة نادي الهلال، لانها في النهاية بتحمل اسم نادي الهلال. حاليا لجنة التطبيع هي المسؤولة على المستوى الإداري عن الهلال. ايضا هنالك ملف بعض الديون على الهلال، سواء من مدربين سابقين سواء من لاعبين سابقين على مستوى المحترفين الاجانب. ده ايضا حيكون زي ما قلنا انه ملف شائك جدا في المريخ، الازمات والديون المريخيه ايضا حتكون ربما يعني اهم خطوه بالنسبه للجنه التطبيع الهلالي الحاليه، انها تتحرك في كل الاتجاهات لتامين العديد من القضايا التي تواجه الهلال. يعني يمكن في الفتره الاخيره ظهرت قضيه مستحقات نبيل الكوكي المدير الفني السابق واللاعبين الاجانب امثال التونسي شهاب بن فرج والجزائري بالعبادات، كلها يعني قضايا يمكن مهمه جدا بالنسبه للجنه التطبيع الهلالي الحاليه. ربما تجد حاليا سند كبير على المستوى الجماهيري، يمكن في نوع كبير من التفاعل بلجنه التطبيع، خصوصا انها تحركت مباشره، عقدت اجتماعين تقريبا، اصدرت العديد من القرارات خلال الفتره السابقه. ايضا كان في تصريحات للسيد هشام الصباط رئيس لجنه التطبيع الهلاليه بانه ليس هناك قلق على ملف ديون الهلال والقضايا المرفوعه على النادي في الفيفا. ايضا حيكون قدام ملف التسجيلات على راسها يعني يمكن الحارس يونس الطيب، صحيح. عقده سينتهي مع النادي بنهايه هذا الموسم. الظهير الايمن اطهر الطاهر عقده سينتهي مع النادي بنهايه هذا الموسم، يعني يمكن الاعمده الاساسيه في الفريق. ربما يعني ظهور لجنة التطبيع الهلالية في الوقت الحالي ربما تكون سبب في عودة الأوغندي جمال سالم، اللي كان خلال الفترة السابقة مستاء بشكل كبير جدا وأعلن أنه أقام دعوة ضد الهلال مطالب بمستحقات 6 أشهر سابقة. لكن ربما يعني يمكن التصريحات اللي أطلقتها اللجنة خلال الفترة السابقة ربما تكون سبب يعني في اطمئنان جمال سالم للوضع الإداري على مستوى الهلال. ده كله حيكون بيان بالعمل خلال الفترة القادمة. هي التزام لجنة التطبيع ستكون سبب في عودة جمال سالم بالتواصل مع اللاعب مباشرة. أنا في اعتقاد أيضا أنه بقاء جمال سالم في صفوف الهلال أمر مهم جدا، حيكون بجانب يونس الطيب. جمال يعني يمكن في النهاية حارس كبير، حارس كل مرة بيتم استدعاءه للمنتخب الأوغندي، حارس خبرة، فبقاءه مهم جدا في صفوف الهلال. طيب في ذات الجزئية أو الجزئية أيضا في خبر ويعني تناقل بصورة يعني واسعة من خلال الإعلام المحلي أيضا، اللي هو أطهر الطاهر وانتقاله لنادي سموحة المصري، وبل مقابل حماد الصدقي تم إقالته من النادي. هل ده ممكن يساعد في فشل الصفقة ولا الأحداث والتفاصيل الأخرى شنو؟ هو خلينا نقول إنه أطهر الطاهر يعني قدم مستوى استثنائي مع الهلال خلال الموسم السابق على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، واحد من هدافين الهلال على المستوى الأفريقي، لفت الأنظار له بالأهداف السجلة في كبريات الأندية الأهلي المصري والنجم الساحلي، نال إشادات العديد من المدربين، ظهر اسمه أكثر من مرة في التشكيلة المثالية اللي بيختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كاف استحق إشادة الجميع من الإعلام ومن الجماهير، حتى على المستوى المدربين اللي مروا على الهلال خلال الفترة السابقة. كان أيضا يرتبط اسم أطهر الطاهر بالعديد من الأندية خلال الفترة السابقة، لكن أنا شخصيا بستبعد إنه سموحة المصري يكون قدم عرضي لأطهر الطاهر. ربما وكيل اللاعب يعني يتحدث في بعض الأحيان إنه أطهر يمتلك العديد من العروض وكذا، لكن ليه طيب في الوقت ده يعني إثارة الملف؟ ربما يكون ارتبط اسم أطهر الطاهر بسموحة على اعتبار أن حماد الصدقي كان في صفوف الهلال وأبدى أكثر من مرة إعجابه وشهادته باللاعب اللي بقدم مستوى كبير جدا. لكن لو كان في كلام زي ده يعني يمكن ليس هناك سبب يمنع سموحة من تقديم عرض رسمي لنادي الهلال للحصول على خدمات اللاعب. أعتقد أنه كان في بعض الجدية من نادي الإسماعيلي المصري خلال الفترة السابقة، استطلاع رأي اللاعب في أنه إمكانية انضمامه للإسماعيلي، فتقريبا أطهر طلب عرض كبير جدا يعني جعل النادي الإسماعيلي يصرف النظر عن
عن فكرة التعاقد مع اللاعب. حاليا رحل حمادة صدقي، سموها طبعا أقال الجهاد الفني بالكامل، حمادة صدقي والمساعد أحمد عبد الفتاح اللي كانوا في صفوف الهلال. زي ما قلت في الاول بستبعد تماما يعني خطوه احتراف فخر في الدوري المصري. طيب يا مصطفى، سريعا كده تكلمنا عن الجهاز الفني الجديد في لجنه التطبيع بالنسبه للصوبات، واجراوا عدد جدا من اللقاءات والاجتماعات اللي هي عندها مردود ايجابي جدا في الفتره دي بالنسبه للخاصة انه لجنه التطبيع الفتره 3 شهور او اذا زادت 4 شهور، ما بالفتره الكبيره ممكن تؤسس لكن ممكن تشكل ارضيه ثابته وحلت كثير جدا من القضايا. نتكلم عن التسليم والتسلم من الكاردينال للجنه الجديده، هل ممكن ده يعيق عمله يعني ولا ما هو بالشيء الاهم يعني؟ لا ما اعتقد، خصوصا انه الوقت ليس في صالح لجنه التطبيع. زي ما قلت انت فتره 120 يوم حتكون يمكن اهم الاشياء بالنسبه للجنه التطبيع، العمل على معالجه مستحقات اللاعبين خلال الفتره السابقه، مستحقات متاخره بالنسبه للاعبين، بالنسبه للجهاد الفني. الاخطر من كده انه القضايا على طاوله الاتحاد الدولي لكره القدم المرفوعه ضد نادي الهلال، سواء على مستوى المدربين الاجانب سابقين او على مستوى المحترفين الاجانب، فبالتالي يفترض انه التنسيق يكون سريع جدا بين المجلس السابق وبين لجنه التطبيع الهلاليه. انا في اعتقادي الشخصي انه لو نجحت لجنه التطبيع الحاليه في اداره شؤون الهلاليه بدرجه عاليه من الاحترافيه خلال الفتره القصيره دي، نجحت في انه تعيد قيد اللاعبين عقوداتهم بتنتهي خلال بنهايه الموسم الحالي، استطاعت انه تنجز ملف الديون الهلاليه بنسبه 100%. ربما ده حيرفع من اسهمها كثير جدا في الساحه الهلاليه وسط الجماهير وسط الاعلام. ربما تكون في مطالبات باستمرارها بعد نهايه فترتها بعد 3 شهور ان شاء الله. فانا شايف دي اهم النقاط اللي حتعمل على اللجنه حاليا، حتى لو كان اعضاء اللجنه الحاليه يعني غير راغبين في الاستمرار لما بعد نهايه اللجنه، يعني يمكن ربما تكون رغبتهم في خدمه الهلال خلال الفتره الحاليه القبول بالتكليف، رغم انها مهمه صعبه جدا خاصه خلال الفتره الحاليه والظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بها الكره السودانيه على مستوى الانديه. يعني من الصعب جدا انك تلقى رئيس نادي يعني على مستوى القمه بيفكر في التصدي لهذه المهمه الصعبه. اكيد كل زي ما ذكرت النقاط دي حتكون الاهم بالنسبه اليوم، ربما تنجزها اللجنه يعني ترفض الاستمرار لفتره جديده، لكن في كل الاحوال اكيد هي حتسعى لنيل اشاده جماهير الهلال خلال الفتره المقبله اللي هي 120 يوم. طيب ما بين الشد والجذب اللي كان حاصل ما بين الوزاره وما بين الاتحاد وايضا الجهات الصحيه في اصدار يعني جدولة معينة لحسب جائحة كورونا اللي هي ما انتهت من السودان والمحاذير اللي كانت خاصة، الآن في إشارة لاستئناف النشاط الرياضي في السودان ما بين قصر الفترة. احنا دائما نتكلم عن التجميع زي ما حصل في دوري النخبة من قبل، نتكلم أيضا في الجانب الثاني ما بين حسم ملفات الفرق المشاركة على المستوى الأفريقي سواء كان في الكونفدرالية أو دوري الأبطال. يمكن ده واحد ايضا من الملفات اللي بتشكل لغز يعني بالنسبه لانديه الممتاز، هي حائره ما بين الصراع بين اتحاد الكره ووزاره الصحه واعلان النشاط وعدم تاكيد اعلان النشاط. خلال اليومين السابقين يمكن كان في بيان رسمي للبروف كمال شداد رئيس اتحاد كره القدم السوداني بانه وجه لجنه المسابقات بانه تضع ترتيبات لعوده لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفتره من 15 سبتمبر الى ما قبل 20 اكتوبر، وهو الموعد المضروب من الاتحاد الافريقي لكره القدم بالنسبه للاتحادات المنضويه تحت لوائه لاعلان ممثلي الانديه المشاركه على المستوى الابطال الافريقي على مستوى مسابقه كاس الاتحاد الافريقي. يمكن في مشكله مشابهه بتواجه الاتحاد المصري يعني خصوصا انه الدوري المصري لسه يعني باقي له كثير جدا بالضبط. تقريبا اعتقد زي 12 جوله 13 جوله لو ما انا غلطان، حينتهي بعد شهر اكتوبر يعني تقريبا في بدايه نوفمبر. فدي ايضا يعني نفس الوضع ده بيواجه الاتحاد المصري، هو في مازق خصوصا انه الصراع على المركز الثاني شرس جدا بين بيراميدز والزمالك، فهو حيحتاج نفس الوضع بالنسبه حيكون لاتحاد الكره السودانيه. لكن الامر المختلف هنا هو انه في الدوري السوداني تبقت عدد مباريات اقل، لكن حتبقى الاشكاليه الكبيره جدا حتى لو عاد النشاط في عدد المباريات. يعني يمكن في اراء بتقول انه ستقام 8 مباريات في اليوم الواحد، يعني 4 مباريات عصرا واربع مباريات مساء، دي حتخلي الناس في سؤال اللياقه البدنيه خاصه في سؤال غير في سؤال عريض جدا انه يعني هل ملعب استاد المريخ صالح حتى الان لاستضافه مباريات؟ ملعب المريخ ظل من فتره طويله يعني اذا قلنا الاستادات هي الهلال
المريخ، ملعب الخرطوم خرطوم. الوطني، ملعب باستاد الخرطوم. حتى الآن أيضا ملعب استاد الخرطوم من المفترض يخضع لعملية صيانة شاملة وتغيير، فدي كلها مشاكل كبيرة جدا بتواجه اتحاد الكرة على مستوى إقامة المباريات. 8 مباريات في يوم واحد، أيضا حتواجه الأجهزة الفنية لكل الفرق مشكلة كبيرة جدا في إنه المباريات ممكن تكون يوم بعد يوم، هيكون جدول مضغوط جدا. ف إذا عاد الدوري يعني نحن بنقول بس ربنا يكون في عون اللاعبين، خصوصا إنه في أندية استأنفت النشاط، ثاني النشاط توقف يعني بسبب الحيرة في إنه هل الدوري حيرجع هل الدوري ما حيرجع. فأنا بعتقد هي الأندية، هي اللاعبين هم ربما يكونوا المتضرر الأكبر خلال الجدول المضغوط إذا تم استئناف الدوري من جديد. طيب يا مصطفى، حتى لو تم استئناف الدوري أو بعد ذلك حصلت تطورات أخرى بتأجيله، ونحن ذكرنا أنه موعد النهائي لحسم الملفات الإفريقية، هل في محاذير معينة من الاتحاد الكاب بالنسبة للأندية المشاركة؟ وما المصير؟ هل سوف يتم الرجوع للنتيجة القديمة للأندية اللي شاركت في الدوري السابق؟ دي بكون فيها تنسيق بين الاتحاد الأفريقي وبين أي اتحاد وطني، يعني بيفيد بأنه من الصعب جدا يستكمل منافساته. طبعا في اتحادات في افريقيا لغت الدوري يعني لصعوبه بعد توقف الدوريات لفتره طويله بسبب جائحه كورونا وصعوبه استئناف المسابقات مره اخرى. في مسابقات رجعت يعني يمكن زي الدوري المغربي حاليا من الصعب انه يتم على مستوى الدوري السوداني. انا اعتقد انه حيكون الخيار الامثل في حال كان في صعوبات يتم استئناف الدوري، ربما يتم اعتماد الممثلين في الموسم السابق للموسم الجديد، رغم انه في انديه حتتضرر يعني عندي بتحلم بانها تشارك على المستوى الخارجي. في انديه بتقدم في مستويات كبيره جدا زي نادي الامل عطبره، بالنتائج اللي قدمها خلال الفتره السابقه هو واحد من الحصان الاسود، واحد من المرشحين لانه ينتزع بطاقه التمثيل على الاقل في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي خلال الموسم المقبل. حتكون في احتياجات ايضا من الانديه اللي عندها حظوظ كبيره جدا في التمثيل الخارجي خلال الموسم المقبل. في انديه ما بين قوس الهبوط وايضا الارتفاع، احنا شاهدنا انه في ناس بيأججوا كان في انه الدوري ده ما يستمر لمصالح ذاتيه او مصالح بتهم الانديه الاخرى. لو تكلمنا في جزئيه اخيره مباشره عن المنتخب الوطني، تكلمنا عن تصريحات مختلفه كانت انه تاثير جائحه كورونا كان سلبا على التدريبات بالنسبه للمنتخب، وكمان في تصريحات اخرى عن اللياقه البدنيه بالنسبه للفريق هي او للمنتخب هي قد تكون منتهيه لحد بعيد. يعني بنتكلم عن المنتخب ما بين تعديل البرامج الاعداديه وتجميع الشباب، يعني يمكن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ايضا حيضطر لانه يعيد النظر في برنامج المنتخب خلال الفتره القادمه، خصوصا بعد البيان اللي صدر من اتحاد الكره رسميا اللي بيفيد بالتوجيه باستئناف استئناف مسابقه الدوري الممتاز في 15 سبتمبر الحالي. ده ربما يدفع الجهاز الفني للمنتخب بدرجه كبيره لإلغاء المباراة الودية المعتزمة إقامتها في تشاد مواجهة منتخبها والسفر يوم 20 من الشهر الحالي. في أخبار أيضا ترتيبات لمباراة مع تونس خلال أكتوبر المقبل في تونس، حيكون في ضغط كبير جدا على اللاعبين سواء ما بين التدريبات مع المنتخب الوطني والتدريب مع الأندية، لكن بتوقع أنه الجهاز الفني بقيادة فيلود وخالد بخيت ربما يغيران من سياسة خارطة الإعداد بالنسبة للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. لكن بنحب نشيط أيضا بالاهتمام بالمنتخب خلال الفترة السابقة، يمكن خلاف الفترة السابقة كان فيه إهمال شوية للمنتخب في المواسم السابقة، حاليا فيه اهتمام كبير جدا في سعي لتوفير مباريات ودية للمنتخب، يكون مستعد لمباراتي غانا خلال نوفمبر المقبل، مواجهات صعبة جدا مع واحد من أشرس منتخبات القارة في الوقت الراهن. بنتمنى كل التوفيق للجهاز الفني في أنه يعد المنتخب بصورة مميزة، يعني رغم الصعوبة اللي حتواجهه خلال الفترة القادمة إذا تم استئناف الدوري. احنا مقدرين جدا على كل التحليل الوافي والكافي ده وعلى إشاراتك الصباحية المختلفة بالنسبة لي العناوين المحاور، مقدرين جدا مصطفى عيدروز على حضورك، الحمد لله على السلامة، واستمتع كمان مع الأهل والأحباب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم وعلى الاستضافة الكريمة، وبنحيي مشاهدي قناة الشرق مرة. الله يكرمك، مقدرين جدا.